حلقتنا النهاردة هنعرف مع بعض ازاي نسحب خراطيم الحبر اللي موجودة بداخل الطبع يدويا. يعني انت لو فتحت باب الطبع عادي جدا ولقيت الخراطيم بالطريقة دي، فلازم تعرف ان الطبع كمان 20 ورقة هتقطع الوان. والخطوة دي في جميع طبعات كانون بيكسما الجي 3420 وكانون بيكسما الجي 3460 وكانون بيكسما الجي 2420. فلو يهمك الموضوع تابعني بعد الفوز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم اخواني، عاملين ايه، اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، وحلقتنا النهارده هنعرف مع بعض ازاي نسحب خراطيم الحبر يدويا. اول حاجه هنعمله مع بعض، هنجيب اربع سرنجات زي ما انتم شايفين كده، ونخلع منهم السن، يعني السن اللي فوق موجود فوق هنا بنخلعه وبنرميه. وبعد كده هنفتح باب الطبعه دي جدا كده، وهنطلع الطبعه دي كده ونبدا نفتحه الكراجي. الخطوه كالتالي، هنا الاسود وهنا الالوان، فهنمسك زي ما انتم شايفين كده السرنجه بتاعتنا من غير سن، وهندخلها هنا لحد الاخر. تمام، دخلناها كده، ده الاسود. ولازم تتاكد بعد ما دخلت السرنجه في الكراجي هنا، تتاكد ان الخطوه دي معموله كده او القطعه دي جايه لهنا، لان هي لو جايه هنا مش هتسحب معاك حبر. لو جيت عملتها كده وشديت، بص مش هتسحب معاك حبر خالص. تمام، اما لو انت بقى جبتها دي الناحيه اللي هنا دي هنا كده، ثم جيت تسحب حبر، اهي سحبت معاك حبر. بعد كده ترجعها ثالثه تانية، اهو سحبت الحبر الاسود. ونكرره الطريقه دي في الاحمر ايضا، اهو دخلنا الاحمر هنا اهوت في الخانه الحمراء اللي تحت، ثم نجيبوها هنا كده، هنا نبدا نسحب، نرجعه بسرعه كده، نرجعه بسرعه. بعد ما تسحب على طول نرجعه القطعه للشمال تاني. لو انت سبتها الخرطوم هيرجع الاحمر اهو والاسود اهو. نكرروها في الاصفر، نحطه الاصفر اهو، ثم نرجعها ورا كده اهي، ونبدا هنا نجيبوها كده اهي في ثانيه. وكذلك اهو بقى اصفر والاحمر والاسود، ناقصنا ايه، الازرق زي اهو زي ما انتم شايفين. اهم حاجه كل خطوه هنسحب منها السرنجه، واول ما نسحب من السرنجه بنجيبها هنا ثانيه بالظبط، وترجعها هنا تاني بسرعه قبل ما الخرطوم التاني ياخد حبر. طب دلوقتي عايزين نركب فتحات التهويه بالطريقه الصحيحه بحيث ان الحبر ما يرجعش تاني. هنعمل خطوات تلتين، هننزل الكارج اول حاجه كده اهي، تمام، ثم نضغط على واحد، ثم اثنين، ثم اخر حاجه دي تجيب دي كده. لو انت فتحتها دلوقتي كده الحبر كله هيرجع تاني كاننا ما عملناش حاجه. طب دلوقتي عايزين نفتحها وبالحس الحبر ده ما يرجعش، هنعمل ازاي؟ هنعمل دي كده اول حاجه، ثم نفتحها ورا كده زي ما انتم شايفين الحبر ما رجعش. عايزين نقفلوها بالطريقه الصحيحه، هنقفل ده كده اهي اهي، ثم هنرجع دي. تمام، طب افرض فتحت دي دلوقتي، لو فتحتها كده دلوقتي من غير ما ترجع دي اهي، بص هيحصل ايه، الحبر رجع تاني مكانه كاننا ما عملناش حاجه، هنضطر نسحب من اول وجديد. كده فهمنا ان احنا لو فتحنا دي الاول من غير ما نعمل دي هيحصل ارتجاع في الحبر. لازم لما تيجي تفتحها تفتح الاول هنا دي كده عشان تحافظ على الحبر ما يرجعش، ثم نفتح ديت، نيجي نقفلها، نقفل دي ثم دي ثم دي ثم دي. لو فتحتها وهي هنا دي كده الحبر كله هيرجع. وبكده خلصنا موضوع حلقه النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا منه، اتمنى الموضوع يكون عجبكم. مستني اي استفسار لكم بخصوص طبعات كانون. كان معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.